هما تعال نفتح الباب مع بعض. انت وقف هون بابا. رح افتح. ليلى حبيبتي. خالته ليلى، انت وين كنتي؟ شوفي مين في هون عنا. اهلا وسهلا ليلى. أنا رح حاسبك على غيابك، بس بالأول خليني ضمك. كتير انشغل بالي عليك يا بنتي، يعني ما بيتصل الواحد. شو ما حكيتي معك حق. بعد هذا العمر لا تخلوني اشتاقلكم كل هالقد يا بنتي. الله يرضى. تعال. أهلا وسهلا ببيتك يا بنتي. أهلا فيك بابا عمر. يا رب الشكر والحمد إلك لأنه كل أولادي بجنبي. الحمد لله. خالته ليلى تعي شوفي شو عندي. شوفي ما أحلاه. عصفور ولا عصفورة؟ عصفور. ومن وين عرفتي؟ طلعي العصفور أنفه أزرق، شفتي؟ إيه أنفه أزرق عن جد. هو ما شوف أجد خالته ليلى لعنا. امسكي ايدي انا كمان. يا عمري يا رب. اكيد عمتي اللي اجيت هون. بدك توقف بالضبط بابا. انا رح افتح. تعالي لشوف، قربي مني. قولي لي كيف كانت المفاجأة؟ أنت كتير شريرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. ربي ورجاني هذا اليوم الحلو وما عاد بيهمني لو متت. شو هالحكي يا مرا؟ لا تحكي هيك. طيب عن إذنكم أنا بدي أحكي مع أختي، كتير مشتاق لها. أكيد يا ابني. طبعا. يلا تفضل. يلا. خالته شفتي كيف استغربت عمته؟ فعلا. الباب راح أفتح. مساء الخير. مساء النور. معلم في شي لازم خبرك يا ضروري. عبد الحي وقع بالفخ بالعملية اللي عملوها مشان يكمشون للأولاكيين. عارف عبد الحي مخطوفين. Thank you.
طيب أنا لازم أمشي. مع السلامة. بعدين بنحكي أنا وياك. ولا يهمك. غطي ظهري. مبروك علينا عدونا الجديد يا بلتزار. سيدي وقت اتصلت بعبد الحي رد علي متى. عبد الحي وعارف بإيديهم. شو قال يا عاكف؟ شو طلبون؟ قال لي عبد الحي بإيدنا وسكر. أكيد في عندهم خطة يا عاكف، وإلا متى ما كان قالنا انه عبد الحي بايدهم. بنقدر ناخذ اشاره من موبايل عبد الحي؟ لا سيدي، بعد المكالمه انقطعت الاشاره. عم نتابع كل الكاميرات اللي بالمنطقه. طيب عاكف، معلم، نحن كيف بدنا نتحرك؟ خلينا نتصل بعابد وخبروا انه حراس المعبد خطفوا عبد الحي. طيب خليه يشوف وينه، او على الاقل يعرف لنا اذا كان عايش ولا ميت. امرك معلم. ادخل. حقي، أنا إمتى آخر مرة تركت في إسطنبول؟ آخر مرة سافرنا على الفاتيكان سيدي. هي مو محسوبة، هنيك مكان زيارتنا يلي بيمس روحنا وقلبنا يا حقي. غيرة الصيفية الماضية طلعنا برحلة بالقارب. ها حلوة، خليني عيدها يا حقي. حاضر سيدي، بس بلغوني شو برنامج الرحلة، أنا بقوم بكل الترتيبات اللازمة. حلو، شو جايب لي أخبار؟ عبد الحي وعارف صاروا بإيده لزلمتنا متى. ها كثير حلو، ليش ما خبرتني من قبل؟ متى ناطر تعليمات من حضرتك، اللي شو بتحب نعمل فيهم؟ خلي متى ينتظر شوي، الأستاذ رونالد راح ينبسط كثير بهي الخبرية.
تفضل سيد وهاب. في إلك عندي أخبار حلوة أستاذ رونالد. تفضل عم بسمعك. ما عاد في داعي تقلق من كشف اتصالاتنا بشبكة المراسلين أو من عارف اللي كان بالاستخبارات اللي كان عم يساعدهم. عارف وهو كان عم يتحرك مشان يلاقي الشبكة ويثبت لجماعته أنه معلوماته حقيقية. وقع بإيدينا. يا عيني هذا خبر كتير حلو فعلا سيد وهاب. عندي خبر تاني واللي هو رح يفرحك أكتر. مثل ما وعدتك وأزرتني، الخبر اللي بدي قلك عليه عبد الحي صار بإيدي كمان. هذا الخبر أجمل خبر بسمعه اليوم. طيب شو رح تعملوا؟ وين موقفين عبد الحي؟ متى ناطر مني خبر بهذا الخصوص؟ قلت لحالي أكيد رح يهمك عبد الحي، ممكن ينفعكم مشان توصلوا لمارغريت. فكرتك صحيحة سيد وهاب، بعت لي إياه فورا وبكون ممنون. والقرار النهائي المتعلق بخصوص مصير عارف وبخصوص مصير عبد الحي أنتوا اللي بتقرروه. شكرا سيد وهاب، يمكن الأحسن نبلش التحقيق بأسرع وقت. إذا هيك خليني أبعث لكم إياهم فورا على المكان اللي بدك إياه. أنا حاليا عند راسكم وأنا بحكي مع متى. صار في عنا ضيوف يا راسكون، عنا مكان يليق فيهم. مين اللي جايين؟ عبد الحي من الكي جي تي. راسكون رح يلاقي مكان يناسب الضيف تبعه. جاية وعم تهاجم المقر تبعي، ما هيك؟ جاية بدك تقتل الظلم تبعي، ما هيك؟ هدول بعتولي ياهن لبولبو هدية مني. هالندل إذا خلال 24 ساعة ما بترك البلد هو وكل جماعته، رح أعمله مثل هذا الأخطبوط، رح أقطع له إيديه ورجليه وشق له بطنه وأصل له راسه. ميلان، حالة الطباخ الروحية تدخل على الأكل. الطباخ إذا كان رايق الأكل بيطلع رايق كمان. وهلأ أحكي، أحكي لي مشان روق أعصابي على الآخر. لقينا مكان طبيب الأسنان. إيه، شو ناطر؟ مالنا متأكدين إذا كان هو جوا ولا لا، شبابنا هلأ عم يراقبوا المكان. شوف المحار لذيذ كتير، بس طلع وقت اللي بيكون بقلبه لولو ما بيتقدر بمصاري. شو اللي عم يصير؟
في واحد مبلغ عن مكاننا على ما يبدو. طيب وهلأ شو رح يصير؟ هلأ رح يحققوا معنا ورح يضربونا وأكيد رح يعذبونا. إذا ما حدا أجا وخلصنا احتمال كبير رح يقتلونا. بس كلياتنا مشينا بهذا الطريق ونحن بنعرف إنه الموت ناطرنا. لا حدا يحكي منكم ولا كلمة، لا تعطوهم معلومة. أنت وأنت وأنت امشوا. هنيك يا متى، اشتغلت شغل عظيم. شكرا، هاي شغلتنا. وين حابسين مارغريت يا حقير؟ جاوب على سؤالي، عامل لك وينها؟ بالمكان يلي لازم تكون فيه. وينها؟ قرب لقلك قرب. بجهنم الحمراء. عبد الحي كتير محترف. إذا كنا مفكرين إنه رح يحكي بهالطريقة بدنا معجزة. معك حق يا متى، هيك منكون عم نضوع وقت على الفاضي. راسكم ممكن يقترح عليكم حل أسرع وبيشتغل على الأكيد. دكتور الأسنان بيخليه يحكي. أنا بعرفه منيح لعبد الحي. اللي ما بيقدر متى يخليه يحكي ما رح يقدر طبيب الأسنان يخليه يحكي. طبيب الأسنان هون؟ إيه صار هون. أنت ما بتعرفه لطبيب الأسنان؟ خلينا ناخد عبد الحي لعنده، في حال بيعرف أي شيء عن مارغريت رح يحكي عائده. مو بس مارغريت، بدنا نعرف وينه إيفان كمان. إيفان مهم لراسكن وكمان مهم لطبيب الأسنان. طبيب الأسنان رح يعرفنا كل شيء وهو مبسوط. بهي الفترة انت حاول تتصل بالكي جي تي وقلن نقترح عليهم تبادل، نعطيهم عبد الحي مقابل مارغريت. على الأقل منكون كسبنا وقت. طبعا سيدي، وعارف شو نعمل فيه. هذا انت خده، خليه يدلك على الوراق والوثائق وكل شي بيتعلق فينا. ما بتخلي أي شيء من هدول. يلا يا عارف، عنا شغل كتير، ما لازم نتأخر أكتر من هيك. وانت كتير محظوظ يا عبد الحي، رح ياخدوك على دكتور الأسنان. أكيد صار لك زمان مفحص أسنانك. Thank you.
معلم بلتزار بعد ما زلمته علبة، خليه يجي. هذا معلمك الجبان النملة بعت لنا هدية مشان نعفي عنه. تعال أشوف. بلتزار عطيكم مهلة 24 ساعة إذا ما بتغادروا البلد، قال إنه نهايتك رح تكون مثل هذا الأخطبوط. يروح لي شهيتي. حط الأخطبوط بالتلاجة، هذا رح يكون وجبته الأخيرة لبلتزار. نعم يا عابد. مرحبا أستاذ رونالد. مرحبا عابد، كيف صرت؟ صرت أحسن شكرا لك. في شي أخبار بخصوص مارغريت؟ لسه ما وصلنا لها، بس متأمل نقدر نحل هاي المسألة وتنحل بكرة. يعني في تطورات بهذا الموضوع؟ ممكن نقول هيك شي. بتأمل يصير كل شيء مثل ما بتحب. في شيء تاني لسه يا عابد؟ لأني تعبان شوي. وقت يلي رح تجي لعندي في شغلات كتير حابب احكيها مع حضرتك، ولأنه صفية كانت بجنبي ما جاوبتني على موضوع بيهمني. أنا قاعد بالمستشفى وعندي كتير تساؤلات، حابب أعرف مين يلي ساعد مارغريت مشان تخطف رهف وسبب يلي صار معي. بعرف قديش عاطي أهمية لهذا الموضوع يا عابد. قبل ما أروح أكيد رح نحكي، بس هلأ الوقت مو مناسب مشان هذا الحكي. على الأقل يا أستاذ لو بتخبرني مين هو بعرفه أنا شي. بلا ما نحكي على التليفون يا عابد، بعدين منحكي بالتفصيل. طيب حضرتك وين هلأ؟ يعني من الناحية الأمنية شو الوضع؟ لأني خايف يصير عليك شيء يا أستاذ. ما في مشكلة يا عابد، لا تشغل بالك بهي الشغلات، أنت حاول ترتاح وبس. طيب سيدي، رح أنطر خبر من حضرتك. إلى اللقاء يا عابد، قريبا جدا. سيدي داهمنا كل الأماكن المعروفة تبع متى، بس ما لقينا لهم أثر. أكيد في طرف ورا متى هو يلي عم يوجهه، هدول يلي لازم نوصلهم، هدول يلي انزعجوا من عمليتنا ضد المراسلين يا عاكف. حراس المعبد
حراس المعبد والمتعاونين المحليين تبعون، وهاب كوزوزادا. ادخل. معلم، خبرني عابد انه الاستاذ الكبير بتركيا. قدر يعرف وين مكانه؟ لا معلم، حتى مأجل اللقاء معه حاليا. طيب يا تيمور. يبدو الاستاذ الكبير وقت اللي عرف انه مارغريت اختفت اجا دغري، واحتمال كبير انه عبد الحي بين ايديه هون. على كل، لو بدهم يقتلوه كانوا عملوا هالشي وخبرونا عنه. اكيد عم يخططوا لشي تاني. مارغريت مهمه كتير لحراس المعبد، احتمال كبير يعرضوا يبادلوا عبد الحي بمارغريت. مرينا بنفس القصة مع رئيس بورصة لندن. وشو رح يكون جوابنا على هذا العرض؟ شو ممكن يكون يا عاكف؟ هذا هو؟ ايه. انزل لشوف، بدك تجي معي. بدي الكل يضل منتبه منيح. كل شي عم تدور عليه هون. يلا خفوا ايدكم بسرعة. هيك بالخزانة في تحت درج سري. اتركوا كل شيء، الزلمة عم يهرب. امسكوه بسرعة. بسرعة امشي.
تركوني هناك. لك تركوني يا عديمي الشرف. ضاربينك بشكل فظيع. اطمن، هاي الإبرة رح تريحك منيح، ما رح يضل أي وجع بجسمك. طلع فيني منيح. إذا أنت طبيب الأسنان شو ما بتعمل رح تأخذ ما بيلها. العين بالعين والسن بالسن. أنا غايتي أني أحكي معك وبس. يعني لازم بالأول خلينا نهدى شوي. ايه فرحتي كبيرة إني شوفك بيناتنا يا طلحات. تسلم عاكف، أنا أخذت وقت طويل لحتى تحسنت، بس هلأ خلص أنا جاهز تماماً أرجع الشغل، وناطر بفارغ الصبر مشان نشارك بالعمليات. قبل ما أتأكد إنك جاهز بشكل كامل، ما رح أعطيك مهمات ميدانية. ليش؟ طلحت قررت اني اكون حذر بهذا الموضوع. حكوا لك الشباب عن حادثة شامل؟ ايه حكولي، وزعلت مشان شامل، هو قوي كتير ورح يتخطى اللي صار. معلم اجا عارف. شو صار يا عارف؟ كيف هربت منه؟ عبد الحي وينه؟ لا تفكر فيني، لا تفكر فيني. اهدى يا عارف، اهدى واحكي لي. عاكف، عبد الحي اخذوه. طيب بتعرف لوين أخدوه؟ وين هالمكان ما بعرف، بس أخدوه لعن طبيب الأسنان. أخدوه لعن طبيب الأسنان؟ ادخل. في شي أخبار يا تيمور؟ معلم، عارف قدر يهرب من بين إيديهن. طيب وينه هلأ؟ وصل على الكيجيتي وهنيك حكى مع عاكف. وهو بيعرف عبد الحي وينه؟ ما بيعرفوا مكانه، بس عارف قال عبد الحي أخذوه لعند دكتور الأسنان. شفنا شو عم يعمل دكتور أسنان من خلال شامل. خبرني هاد فورا، خليه يجيب لنا أي خبر بيتعلق بعبد الحي. لازم نلاقي مطرحه لدكتور أسنان بسرعة. حاضر معلم. نعم تيمور. نهاد، تعرف مكانه لطبيب الأسنان؟ ما بعرف. فيك تعرف وين؟
نحن لازم بسرعة نلاقيه. ليش خير؟ أخذوا لعبد الحي، أخذوا لعن طبيب الأسنان، لازم نستعجل. أنت بتعرف قديش طبيب الأسنان شخص خطير، لازم نلاقيه قبل ما يدمروا لعبد الحي. طيب تيمور، رح حاول كل جهدي أعرف من راسكم مكان طبيب الأسنان. إمتى سمعنا إنه المرسول بينقتل يا نهاد؟ نحن عم نعامله للزلمة حسب الأصول، بس الزلمة عم يقتل زلمتنا اللي بعتنا الرسالة معه. بأي كتاب موجود هالشي؟ إذا بدك نضوع وقتنا بالأصول رح نخسر رجال على الفاضي يا بلتزار. طيب شو رح نعمل؟ ما رح ننتظر يموتوا زلمنا واحد واحد يا بلتزار. انت كنت حاكي طبيب الأسنان هو الجوكر. بولبو ورا مين راكد؟ راكد ورا طبيب الأسنان. معناها خلينا نروح لعند راسكن يا بلتزار. نحن شو ناطرين؟ صار لازم يعرفنا على شريكنا طبيب الأسنان. خلينا نروح يا نهاد قبل ما توصل إيدين بولبو على طبيب الأسنان. خلينا نحن نحطه تحت جناحنا. إيه ها هاد هو الحكي. دبانة عملت شاي تشربي يا صباحات؟ لا شكرا إليك. عفوا شوفي اختي، هاي تسلايتنا الوحيده، بدك ما تواخذينا. بترجاكي انا ما بشرب شاي. اصبح لا اعمل لك قهوه. شكرا لا تعذبي حالك. انت شو عم تحكي صباحات؟ انت هون رفيقتنا. بترجاكي لا تفهميني غلط، بس قهوتكن بتزعجلي كتير معدتي. أنا بشرب بس أمريكان كافي، لا تعذبي حالك. شكراً إليك. مثل ما بدك. مشكلتها مو شغلة شاي وقهوة، لا تضايقي حالك. صباحات ما بتفهم يا روحي. بدك تقولي لها مارغرين. اسمي مارغريت. ونحن شو قلنا؟ شو عم تكتبي مارغرين خانو؟ ما بعتقد انك تفهمي اللي عم اكتبه. لكن هلا ما حدا رح يفهم شي، شفتي بعينك؟ غبية انضبي. مين مفكرة حالك؟ خلاص ليك وش عم تسوي؟ لك شو عم تعملي؟ شوفي يا صبايا شو عم يصير هون؟ يا جماعة شيلوها لهي عني. ليش واقفين هيك مسكوها؟ لا حدا يقرب مني وإلا بكسر لإيدها. هي اللي لك شيلوها عني. اللي عليها ما هواها. شوفي كيف صارت انت عجيبه. ما حدا كان عامل لك تركيني. خلص انت وياها بعدوا عن بعض. شو ما عم تسمعيني؟ يلا بعدي عامل لك. خلص بعدي عنا. شو اخر شيء؟ اخ يلا امشي امشي معنا. اخ يا حرام. لا تطلعوا هيك، روحوا شوفوا شغلكم. صار لك شيء؟ والله المسكينة قتلت له عقلي. والله قتلتها. اطمن عليها. عم عيد كلامي،
أنا اسمي مارغريت تيودورا. بعرف اللي عم احكيه هلأ صرت عايدته 20 مرة. شوف، إذا بتتصلوا على القنصلية الأمريكية رح تنتهي كل هالمشكلة بأرضها، وأنتوا بهالطريقة هاي بترموا عن كتفكم مسؤولية كبيرة. عبتقولي نتصل بالقنصلية الأمريكية ما هيك؟ إيه طبعاً، المعلومات اللي عطيتكم إياها بتتأكدوا منها من القنصلية، وبس يتصلح هذا الغلط الكبير فيكن تتأكدوا من أني رح أقنع مسؤولين السفارة أنه إدارة السجن ما عليها أي مسؤولية بهذا الغلط. طيب أفهم، وهلأ فيك تروحي. لا تأخذينا، لبين ما نتصل بالمسؤولين تبعكن رح نستقبل حضرتك هون لفترة تانية. بعتقد ممكن اتحمل هذا الشيء كمان شوي. طيب شكراً، تفضلي. مارغريت تاتشر.